شنو ذي؟ اي قتر ذي شنو هي؟ اصبر ذي خلها هذه بعد الحي يحييك بعد الحي وبعد المدرعم هذه مصطلحات على طار المدرعم الله يصبح بالخير ان كان يتابعنا اخونا خالد ادريس طبعا خالد ادريس هو نعم مدرب في النادي ايضا نعم وجزاه الله خير اعطاني ايضا المحفز لحركه في المسبح يسمونها التوافق العضلي العصبي جميل العضلي العصبي يعني انا لما انا اسبح اول ما كنت اسبح شو اسوي اسوي كذا ما تطق رجولك كذا في الماء على اساس ما تتعب انت لابد تكون يعني سباحتك متوافقه مع العضلات على اساس انك ايش تاخذ راحتك مروق وتنشد وتمول وتسوي او يا مال على راحتك هذا جزاه الله خير استناد اللي ما شاء الله ابو عمر اعطانا تمرين يسمونه التوافق العضلي العصبي اللي هو خالد ادريس انا اسمي هذا الرجل المدرعم ليش ايوه رحنا الرياض اول مره نروح مع الرياض صراحه يعني لقب المدرعم الان اي نعم خلاص لقب المدرعم يرضى رحنا للرياض كان في بطوله تبع العاب قوى نعم خلصنا من البطوله والحمد لله ودينا الشباب السكن انا راعي صراحه كافي لقافه قلت لابو عمر ايش رايكم اطلع معاكم نعم قال اطلع معنا بس اطلع معنا راحوا محل غرناطه يشترون لهم بعض الملابس بعض الاشياء بعض الدنيا للاعبين وللناس جزاهم الله خير قلنا طيب يبا خلصنا من الملابس بعدين قال جاء وقت البطن جاء وقت ايش البطن تعبت البطن رحنا للمطعم تعشينا الشاهد مو بعد العشاء الشاهد على ما بعد العشاء الرجل اللي هو خالد ريس موعدنا بيودينا دايكن دايكن محل كافي وانا من النوع اللي يحب دايكن صراحه مع الشوكولاته في ما يحتاج بس هذه دعايه الان حق دايك لا بس انا يعني انتبه من باب اني اكل بس فقال لنا خالد ادريس قال ايش رايكم تبغون دايكن قبل العشاء ولا بعد العشاء قلنا والله يا ابو عبد الله احنا ناس نبغى نروق قال اجل خلونا نتعشى وبعدين يصير خير